السلام عليكم كليان الزوينين، تحياتي لكم، مرحبا بكم جديد او ثاني. اليوم جبنا لكم الجابادور ديال الصوف، ديال الصوف الواعر، هذيك الكرون طاي، شي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله. فيه واحد اللبسه نقيه، الثوب ديالها بحال ما هكا، صوف رقيق ما غليتش بزاف بحال الخيط، طريزه الكول عادي، البلي اربعه ديال البلي هنايا، لي طاي ستوندار كلشي يلبس، سروال ماشي كولون، لبسه نقيه نقيه وفيه واحد الروينات تبارك الله ما شاء الله. وثمن عجيب وغريب، الثمن ديالها اصلا كانت 180 درهم، اليوم جينا ندقدقوا الثمن ونديروا لها 90 درهم، والمفاجاه الكبيره هي اللي كياخذ سيري كتنقص لي 5 درهم في البياس. لا لا شو لي اللوان الترابي، الموطار كاشيري، خديدر شويبي، البيج والنوار، سبعه ديال اللوينات، لبسه نقيه، بياسه نقيه، 90 درهم سيري كيبقى 85 درهم. اللي دار الكوموند الاول هو اللي كنسبقوا، الارقام تحت من الفيديو. السلام عليكم.